وهو على عجل من أمره. قل للناس هذه الآية، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذا كان هذا آدم الذي يعلم غيب السماوات والأرض، فلماذا عصى الله ولماذا زلزله الشيطان؟ إذن ليس آدم الذي تقصدونه أنتم، وهو آدم يعني محمد صلوات الله عليه. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، لأن ليس الله، الله هو عالم، ما يقول أنا ألم تعلموا هل تعرفون أنبئهم بأسمائهم، ما يصير، خلي يصير عندكم عقل. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن كان محمد يعلم غيب السماوات والأرض، وحينما يعلم غيب السماوات والأرض يعني يعلم ما يكون وما لا يكون إلى يوم القيامة. واعلموا لأنه يوم يأتي ربك والملائكة صفا.